جوابات الأسطح راجل قط العامل في السد العالي إلى زوجته فاطمة أحمد عبد الغفار في جبلاية الفار. الجوهر المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد، لذا كنت هودت كسوفي على التأخير والله ما كنت حخط بيدي حرف. سامحيني يا فاطمة فطولة الغيبة عليكم، وأنا خجلان خجلان، وأقول لك يا زوجتنا أنا خجلان منكم من هنا للصبح. شهرين دلوقت من يوم ما عنيك يا فاطمة بلت شباك القطر، لسوعت بدمعك ظهر يدي، لحظتها قلت لك قبل ما اوصل هتلاقي جوابي جاي، نهنهتي وقلتي لي بعتاب النبي عرفاك كذاب، نساي وحتنسى اول ما حتنزل فصوان. ما عرفت ساعتها يا مرتي اضحك ولا ابكي، ما عرفت ساعتها اذا كنت بعوز القطر يوقف ولا يولي. حسيت بعنيك يا فاطمه بتقولي وتسكت وتقولي، حسيت واليد بتخطفها يد الجدعان، بالقلب في جوفي ما عارف ان كان بردان دفيان، والبت عزيزه والواد عيد قناديل في الجوف، زي ما بتضوي بتقيد، والقطر اتحرك وقليبي بيتنقل من يد الايد، الدلدلت بوسط من الشباك، خدي بالك من الولد راعي عزيزه وعيد، والقطر صرخ ورمح لكأنه داس على بصة نار، ولقط الحس قريب قد ما كنت بعيد، قلبي معاك يا حراجي هناك في صوان، ورميت نفسي وسط الجدعان وبكيت. وبلدنا اللي كنا بنمشيها في نص نهار كان القطر في لحظة فاتها بمشوار. سامحيني يا فاطمة على التأخير، ولو الورقة يا بت الخال تكفي لأعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام. وختاما ليس ختام، ببعتلك ليكي والناس الجبلاية والبت عزيزة والواد عيد ألف سنة، زوجك لسط حراج. ملحوظة اكتبي على المظروف أسوان، زوج الغالي لسط حراج القط العامل في السد العالي. أسوان زوج الغالي لسط حراجي القط العامل في السد العالي، زوج حراجي فوصلنا خطابك، شمينا فيه ريحة الأحباب، ربنا ما يوري حد غياب. طب مش أول مرة البسطاوي خط عتبة الدار، عمرنا يا حراجي ما جالنا جواب. النبي ساعة مرزوق البسطاوي ما نده كده زي ما كون دقت في حشايا النار، زي ما كون العمر بيسدق بعد ما كان كذاب. اتأخرت مسافة كبيرة كبيرة علي، عارف فاطمة يا حراجي لا ليها عايل ولا خي، ليه تتأخر كده يا حراجي؟ طب والنبي وكأن ورقتك دي أول قنديل يتهز في جوف الدار، أول ندع الضو الدار من غيرك يا ابو عزيزه هو، وعزيزه وعيد من غيرك يا حراجي زي اليتمى في العيد. الواد على صغره حاسس بالغربه وبالبعد، ولا عاد حتى بيطلع يلعب في الجماري مع الولد، اطلع واخش اطلع واخش القاه غيمان زي اللي محروق له دكان، ويقول لي فين يما صوان، وابا سابنا ليه يما؟ ما يمكن زعلان. شهرين يا بخيل، 60 شمس وستين ليل، النبي يا حراجي ما طول قلبك لقطع بسنان الحتة القاسية فيه. كل الجبلاية سلم فردا فرد، ما الحج طلب حامد لعيلة بيت علي سعد، وان شاء الله يا حراجي ما يوريني فيك يوم، وان شاء الله تكون اتعلمت ترد قوام، وما دمت احنا رسينا على العنوان والله ما حنبطل بعتها. مفهوم؟ أسوان زوج الغالي
لاستحراج القط العامل في السد العالي. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. أما بعد فهذا تاني خطى بعتين طي وما قدرنا المولى علي، وحنبعت لك في ظرف الجمعة طرد الطرحة والجزمة بتوعك وكساوي عزيزة وعيد. دورت الحسبة في راسي وقلت يا واد يا حراج، هو يعني جنون العيل ما يدوكش الكسوة غير في العيد؟ أمال كيف العيل حيحس بابوه جنبه إذا كان الأب بعيد؟ بقى أول ما دلقنا يا فاطمة بابور السد على محطة أسوان أنا والجدعان حسيت بدوخة. أول مرة بسيب جبلاية الفار، رحنا المكتب طلعنا البطاقات ومضينا على الورقات. آه يا فطاني لو شفت الرجال هنا، قولي ميات ألوفات بحر من ولاد الناس، اللي من درجة واللي من البتنون واللي من أصفون والتل، جدعان زي عدان الزان سايبين الأهل وتطل في عين الواحد يا ولداه على الغربة. عارفة يا مرت الراجل في الغربة يشبه إيه؟ عود درة وحداني في غيط كمون. حسيت بالخوف ناشع في عروقي زي البرد. قضينا الليلة الأولانية في أي مكان، العين مشقوقة والبال زي الغلة اللي بتسرسب من يد الكيان. وندهت عليكم قلت يا فاطمة أنا بندة، سمعاني سمعني يا عيال، النبي لولا الخوف واللوم من الغربة لركبت القطر وعدت قبل ما أروح لموظف قبل ما رد سؤال. وقعدت أعقل نفسي وأقول يا حراجي يا أبوي أمال جيت ليه؟ الخايف من الغربة ما يجيش، اتحمل علشان كسوة عيد ورغيف العيش، لكأنك يا أخي رحت الديش. من خوف يا مرتي قعدت أهد الرجال، فاطمة أول ما تفك الخمسة جنيه اطلعي على الفور ودي حساب عمران وجنيه بمبا الصباغ والباقي زيحوا بيه القارب لما يعدلها الرحمة. سلمي على الولد وعلى الحج التايب بلا كتر كلام، سلمي على كل اللي لينا فيهم نايب. واوعي يا فاطمة لما ارجع وابص في وش الاولاد اعرف ان ابوهم كان غايب. واحنا هنا بنستنى الجوابات بفروغ صبر، طول ما الجوابات رايحه وجايه اعتبر كاني باجي اشوفك واجي. زوجك لسط حراجي. اسوان زوجي الغالي لسط حراجي القط العامل في السد العالي. وصلنا الطرد وجانا المبلغ يا حراجي، أحياك الرب وأبقاك 2000 عام، ولا عاد يقطع لك عادة ولا حس ولا يكفل لك كف ولا يطوي من قدامك سجادة الخير والسعد. أما بعد فاحنا وزعنا المبلغ زي ما قلت، ولعلك ما تشغلش نفسك بينه وبقى في راحة بال. احنا يا حراجي بعد الشر انداقت بينا الحال يكفينا ريال، كفاية علينا البسطة والظهري خط عتبة الظهر. امبارح جانا الشيخ قرش وخبط على الباب، جه ساعة المغرب قال لي لابد ما نبص العيد. قال لي يا بنت المرحوم الواد لازم الكتاب يوم السوق الدل هاتيله قلمين بوص ودوايا ولوح. ودحه بعدين قال لي لحسن يطلع لوح. وانا بيني وبينك يا حراجي عاوزاه يكبر ويعوضنا عن الاهل ويعمل لنا قيمة، عاوزة تكون قيمته في جبلاية الفار قيمة القيمة.
اللي بتقوله عن اسوان يا ابو عيد حكاية ولا حكايات ابو زيد، هي يعني مش زي بلدنا؟ امال ناسها بيسويه ما بيشتغلوش ليه؟ وانت طول عمرك راجل صاحب فاس، فهمهاني دي لحسن عاملة فراسي زي الخطة. كيف صاحب الفاس يصبح أسطى؟ في الليل يا حراجي تهف علي ما عارف كيف، هففان القهوة على صاحب الكيف، وما أمد إيدي في الظلمة ألقاك جنبي. طب والنبي صح ومش بكدب يا حراجي، وبحس معاك إن الدنيا لذيذة، بتاكل كيف وبتلبس ايه وبتقلع ايه، بتنام فين، قاعد في المطرح مع مين، مين اللي بيغسل لك توبك، وبتتسبح فين؟ في نهاية الجول انا رح اشيع عيد على الكتاب، فابعت له وصيه على شد الحيل، وجميع الناس في الجبلاية عايزين لك كل سعادة وخير، وبيتمنوا لك تاني ترجع في سلامة، تعمر مصطفتك وتجيد اللندة في الدار، زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. مشتاق ليكي شوق الأرض البل الريق، شوق الزعلان للنسمة لما الصدر يديك، مشتاق ومبارح قاعد قدامي عرق حديد وفي يد الفحار، غابت عن عين الحتة اللي أنا فيها وغابوا الأنفار، ولقيت نفسي يا فاطمة طيرة مهاجرة والطيرة جناحها محتار، ولقيت نفسي على بواب الجبلاية الفهر باخد الأحباب بالحضن، كانس كل دروب الجبلاية بديل توبي، طاوي كفوفي وبخبط بيهم على صدر الدار، قلتيلي مين؟ مسيت الدمعة في حزنك بيدي، مسيت الدمعة اللي في حزنك، ما عرف خدتك في حضيني ولا انتي خدتيني في حضنك، وعزيزة وعيد حوالي يشدوا الجلبية ويشموا في غيبتي وفي ايديه، وقعدت بيناتكم وبكيت وضحكت لما لمحت عصايتي وتوبي وفاسي ومداسي، يمكن ساعة وقف المهندس على راسي ولمس كتفاتي بصابعه، قمت لفوق طبطب على كتفي وخدني من يدي برا النفقات في النور، ضيعنا نص نهار وسألني قلت الشوق، قال لي اسمع يا حراجي اقول لك، ويا فاطمة قعد يحكي ويتكلم القط كلمة ومية تروح وكلام من اللي يرد الروح، وحكالي عن اسوان والسد وحكالي عن الفرنج وعن حرب المينة، في الجوابات الجاية يا فاطمة اقول لك واحكي لك. اما عن عيد فانا من بدري يا فاطمة قلت يروح الكتاب، واقل ما فيه عيفك الخط ويحفظ له كام صورة، والأمر ده بس يا فاطمة يعوز شورة على خيرة الله، ووصلنا فطيرك قعمست ما بين الرجالة وكلناه، يعني أنا دكتو والنبي بعني قعدت أتفرج على الرجالة بيأكلوه، كنا طالعين من الشغل نشر عرب. بنت يا فاطمة النبي في الدنيا ما فيه واحدة بتسوي فطير زيك، شفت ده في عينين الرجالة. سلاماتي لكل اللي يقول لك شحوال حراجي، وسلامي لعزيزة وعيد، أمانة عليك لحين ماجي، زوجك لسطى حراجي. أسوان زوجي الغالي لسطى حراجي القط العامل في السد العالي. أما بعد فنعرفكم إحنا بخير، ولا يلزمنا إلا رؤية وجه الغيبي، مرزوق البسطاوي مرته وضعت حدفت ولدين، وجوابك وصل الجبلاية مبارح لكن مرزوق ما صرحش غير اليوم، وما دنتو في صحة وعال احنا ما يلزمناش اكتر من ورقة في ظرف،
ناس الجبلاية كبيرا وصغيرا عاوزين رؤياك. قل لي يا حراجي بحق، عامل كيف بس في ليلة الفرقة؟ والله ما خش دماغي حاجة من اللي كاتبه في الورق، ويا خوفي عليك، بيقولوا فيه ناس ماتوا في اللي اسمه السد. طمنا عليك يا حراجي، قسمنا مع بيت العطار بلح النخلة الشرك. إن كان لازمك منه يا حراجي ابعت قول، مش راح تاجي بلقالك في البيت فروج، علشان لما تعود من الأسوان دي تلاقي لك حتة لحم. وام علب عباس مشغولة عليه، بدري ما رسلهاش ليه؟ اهو طول اليوم قاعدة على العتبة ايد على خد، وماسكة عود قش بتبكي وبتخطط في تراب الضرب. طمنا عليه يا حراجي يرضيك المولى، واذا كان عال وفي خير الضحك مع الجدعان، ولا رسالة لأمه المشغولة أولى؟ قلب الأم انصاب الشوق يا أبو عيد، يبقى سخن من رمل القيالة لما يجيد، يبقى عش خراب بيصرخ على طيره. وعلى أبو عباس عارف إنه أمه ملهاش في الدنيا غيره، وامبارح كانت وسط الحرمان قاعدة تمسح دمعتها في طرحتها وتقول اللي منعني من الموت اليوم اللي أشوف علي فيه متهني وفاتح بيه. يومها أقول للدنيا ضحكت عليكي خلاص غوري. قل له شيء يا حراجي، الناس زعلانة، كل الجبلاية واخدة في خاطرها منه، وأم عينيها كستها الدخان. يا حراجي جوابك بيرد المية للزور الناشف ويبل، ده احنا عايشين هنا عالسيرة وزادنا الأخبار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. قولي يا فاطمة للي بنقوله واللي ما بنقولوش، الدنيا مش عيش بس ولا قروش ولا غطيان وفروش. قول يا فاطمة للكل ان احنا كنا هبل وضيعنا العمر فشوش. اللي بيقول القول ده هو حراجي ياه، بس اللي قلب راسي يا فاطمة مش سهل. طب كيف اهلي يا فاطمة وحياة ولادي يا بنت الخال حجان؟ قال اه، ونبيها بنت المنزوع مرة تشاكلت قدامي معم الملوي واتفتح الموضوع، وتقول لها يا حزينة يلي أبوكي مات من الجوع، والدنيا يا فاطمة في البر التاني قالبة الدنيا. ما هو ده اللي معفرت لي كياني ومدور لي راحة راسي ومخليني زي ما أكون واحد تاني. نبيها المنزوع في البر التاني من الدنيا لبست بدلة يا فاطمة، سمعاني؟ لبست بدلة ونزلت وسط المكان المتخبل تربط وتحل. احنا يا فاطمة فين من الدنيا؟ فين مخ الدنيا الجبار؟ معرفش كيف جبلاية الفار. ليهم على عباس ملحود احداك في الضرب وقاعدة تخطط في ترابه وتعدد؟ يا اهل الدنيا، ام على عباس بتعدد وبتبكي لان علي قاعد وسطينه. طب تاجي تبص في وشه والنبي بقي زي اللي بيسوق مراكب شحن في بحر المينة. يا ناسين على ام على عباس واللي جاب ام على عباس ده الراجل من كتر اللي شافه بقي شعر ابيض وقال يكتب جوابات. هي خليها في حالها هناك وسط الحرمات دلوقتي يا فاطمة، مش قرشينها بيجوها؟ خلاص دلوقتي على عباس سكري حشاش من الصنف اللي بيغوى النسوان، ده حتى بطل دلوقتي كرسي الدخان. وحكاية الشوق الزاير على الحد ده ممنوع، سيبك من غربة جوزك واستنبهي للموضوع، ده انت يا فاطمة نبيه ونعيد اتعلم بكرة. وقرا حكايتي في الجرانين، اهو يبقى عندك علم. طب والنبي من جهة الهدة هدة، لكن راس الواحد زي ما كون بتلف في حلم. لف العياييل في الليل من البرد ويقدرني على ما تخش الشتوية، انا جيلي حرام صوف. شد حيلك مع نفسك وولادك
اعمل معروف وما يعدلها المولى حناجي زوجك لسط حراجي. أسوان زوجي الغالي لسط حراجي العامل في السد العالي. أما عن إن إحنا بنتشوق لك فإحنا بنتشوق، والشوق في قلوبنا ناسس نسسة، ولا يمنعناش من شوقنا ليكم حتى قطع الخطبات. هي اللي حبلت بالواد تقدر برضو جوزها يغيب ولا ولدها وما تتشوقش، ده يبقى قليبها أسود من قلب قزازة الكحل. يا سلام والله يا حراجي يا سلام، ليه غايب لك يوم ولا ست ايام؟ ده احنا دخلنا في رابع شهر والايام تقلانة عليا يا ابو عيد، وحكاية الشوق دي لا في الايد ولا لها مواعي. وكلامك في ام علي ابو عباس صعب، لكن لما قالوا امبارح ان البسطاوي في الضرب طلعت تجري، قلت حراجي بعت لي جواب، وطلع من علي قلت يا من انت كريم يا رب، بصيت لك في السر ولولوت ودانك، ودعت لك ام علي ابو عباس قالت دلوقتي لولا حراجي كان حيرد يا ناس، وقعد مرزوق يقرا لها ودمعتها تخر. تكلمها النسوان تضحك لكن تقعد تبكي وتقول مالكم بيا بس يا خلق، سيبوني فرحانة ومالو لما بكي، يعني الفرحة دي حاجة بتاجي يوماتي، سيبوني بكي اهي دمعة تطف القلب المحروم. وانت بعت لي جواب تمنعني عن الشوق، اتغير قولك يا حراجي، اتغير صح، وحديثك بقي زي حديث الردو زي كلام الاساتيز. طب اقول لك قوله ما تقطعش الورقه بسن الريشه وانت بتشتمني. النبي نفسي اشوف اسوان، اشوف المكني والمواسير والانفاق، واقول ما تغفلكهاش، نفسي اشوف صاحبك المهندس دي. متهيألي كمان يمكن وشك دلوقتي تغير، يمكن صوتك برضه، يمكن شبت. عيد راح الكتاب وهو ماشي زي القطر، وعزيزة مبارح سخنت لكن قايمة الصبح مليح، يمكن حتحصي. خلصوا القراشات دلوقت، اختك نظلة حتولد بكرة ولا بعد يومين، مش برضو حنديها قرشين وشوية قمح وسم؟ دي نظلة يا حراجي خيرها علينا، بتوجي النار في الجوف يا بعيد، وما غير إلا جوابك بس اللي في مقدرته يهدينا ويبرد فينا النار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. زوجتي أم ولادي وتوبي ولحم رقبتي فاطمة أحمد عبد الغفار، زوجتي واختي، ستري وغطاية والكتف اللي تملي شايلني وشيلتي فاطمة، يا لمضة ليلي ومصطبتي وباب بيتي وعيلتي فاطمة، يا ست الناس والله ما ضيعنا يا فاطمة غير الفاس، وتريني عرفت الهم يا فاطمة في يوم ما عرفت الفاس. أدعي على أبوي ولا على جبلاية الفار، ولا أدعي علي علمني أغوى كلمة أنفار. في الجبلاية يا فاطمة الواحد يغوى الكلمة دهي من غير ما يحس، ما يعرف فين غوهاله وفي أي بكان، زي تمام شرب الدخان. أنفار أنفار ونعاود آخر الليل زي الحيطة المايلة عالدار، مليين الضرب غبار وهزار، وأتاري طيلة العمر الواحد فينا يا فاطمة ماشي المشوار بالمنضه. نفرح بالعشرين قرش ويوم السوق نتباهى برطل اللحم نفود بيه قدام الناس، شايفة يا فاطمة؟ يقطع ده اليوم الطين اللي تعلمنا فاس، كان يبقى صح الفاس لو لينا أرض، اهو بس في دي يبقى الفاس فاس،
لكن مخيبها شغلة يا فاطمة إن كانت في أراضي الناس. هتقولي علي اتغريت ولا اتغيرت؟ أبدا وحياة النعمة يا فاطمة. وححكي لك. طبعا احنا قعدنا كتير سكتين قبل ما ياخدونا الشغل. وصلنا هناك كان يوم اربع. طبعا اسوان دي جبل، هي صح يا فاطمة فيها سرايات وضروب اسفلت، لكن ده في الشقة التانية. اسوان بتاعتنا يا فاطمة جبل. اتسلمنا الواحد ريس تخنان وبكرش اسمه الحج بخيت. شوف احنا بدرنا كيف، لكن برضو ما رحناش في الاول، وقعدنا نعبي بالفاس والزنبيل حجارة صغيرة الواحد كد المليم ونحولها في طرمبيل، ما عارفش بيروح فين، بس طرمبيل عالي، يمكن عالي كد القطر. طب عارفه يقدر واحد من دول على ظهره يشيل 100 نخل. وفي يوم نجاني الحج بخيت انا وثلاثة معايا عشان نزرع دلاميت. اهدي الشغلة اللي تخوف واللي تموت صح. اصعب ما يكون في اسوان هي حكاية الدلاميت، صوابع طولانة كده ننكتها في الجبال ونجيد السلك يا فاطمة ورمح بفرقع نجري ونتكفه. صدق لما يقولوا قدامك شفنا خلق بتتوفى. وقعدت اقول ليه يا حراجي بيشيلوا ويعافروا في الجبل اللي معافره دي، يكونوش ناويين على الزرع يا جدعان. وطب دي حتت زرع يعني، ده ايقى الدنيا معاهم، مش لاقيين غير الارض الطوب. هي الناس دي يا اولاد بتفكر بالمقلوب. وبقينا اخر الليل افرش على حتة في الشغل واقعد اتكلم واتحدث انا والملوي وعلب عباس. هو صح الدلاميت اسهل من شيل الفاس، لكن بيقلعوا في الجبل العالي ده ليه؟ ما لقينا جواب. اصل اللي معانا يا فاطمة مش من اهل اسوان علشان يقولولنا، ما هو جايين زينا من 100 جبلاية فار، ما هو كانوا هناك زينا بيشتغلوا انفار. يخرب بيت اللي ضيع عمرنا هفت وطلعنا وشيب راسنا في حكاية الانفار. اتعلمنا من الصغر يا فاطمة ان ما فيش في الدنيا الا شغلانة الانفار. طب عمرك سمعانا بالدلاميت؟ صبعين لما يطرشكوا تحت البيت عيجيبوا عليه فوطي، وانا حتى كنت حقرب كيف من الدلاميت لولا ما اختارني يا فاطمة الحج بخيت. ان كان على اسمه كل الناس بتقول دلاميت دلاميت، اصله هو اسمه حلو دلاميت، لكن فيه واحد قرب وشه فيه شافه، ده حتى فيه شغالة في الدلاميت ويانه بيحطوا الصبعين ويفروا من غير ما يحققوا فيه ولا يعرفوا دلي في العلبة، وبيفرقع لما يحطوه كنتوا ايه. لكن جوزك صدق ملقي، عرفوني قوام وغويت الشغلة يا فاطمة تفكرني بأيام العوم. مش فاكرة تعلمت العوم قبل بقيت الولد؟ بقي ده يقول لي يا حراجي وده يقول لي يا حراجي، اهو من تحت الشغلة ده هي اتعلمت الاخير في الجوابات. كنت انام واصحى افكر واحلم في الدلاميت، لا عيال ولا مرة ولا بيه. وعلى بعباس مرضيش، قال لي سيبني في الفحت، اللي عارف احسن من اللي ما تعرفوش. قال لي سيبني في الكحت، شغلانة عارفها وعارفاني وارتحت، مالي تجيني خطة وامي وراي، خليني قاعد عايش لما تقضي يومين. قلت له يعني انا اللي ماليش ناسي علي؟ قال لي لا، بس انت معافر والدلاميت اعمى وكافر. وحقول لك ايه وليه، جرن حديث ما يفض يا فاطمة، وانا لولا عارفك جدعة وعارفاني عادي ابعت لك؟ لا، انا عارف القصة تخض. سلمي على عيد وقولي له الرب يقرب في المواعيد، ده نهار لقياكم هو الفرحة يا فاطمة وهو العيد. زوجك لصحر. اسوان زوجي الغالي لسط حراج القط العامل في السد العالي. اما بعد، قال لي قولي لابوي كمان جوابين واكون اتعلمت اقرا الورقه وافك الخط.
قال لي طول ما البسطاوي بيقرا الجوابات سرنا مكشوف واللي جوانا يمه يكون معروف. رديت على الواد عيد يا حراجي قلت له ما تخافش ولو اني معاه في القول. قلت له ابوك بيقول انقلوا قولي للناس، بيقول انقلوا قولي للي بنقوله واللي ما بنقولوش. هو ابوك بيقول مشتاقه تمد معاكي فوق الفرش، ده بيتكلم على الفاس والناس، ولو انه لو قال لكن ادي القسمه بل انا براجل يغوى الشمس اكتر من سهر الليل. كمل يا حراجي قول. والله طول حسك ما بيطلع من الورقة، وأنا زي ما أكون شايف الأصوان بالعين. والنبي يبقى أنت صح بقيت قصة، بيقولوا قال لابس، أقول إيه بس النبي مكسوف يا زوجي، قلحت التوب قال. بيقولوا بقيت مهندس يا حراجي، وبيقولوا إنك مستوظف صح. كمل يا حراجي حكاية الشغل، بس اوعى برضو تنسى تقول لي ساكن في المطرح مع مين، وبتاكل ايه وبتلبس ايه وبتقلع فيه، مع اني خابر انك والله ما حترد. عزيزة دلوقتي بتنطق بتقول مبوه، فيها عيل يقول مبوه قبل ما ينده على ابوه. اهي البت عزيزة ما انت غايب عنها. في المغرب رحت قعدت في عتبة بيت طلب الحداد، حتقول اتباهت ابدا والله يا حراجي، ما هم اللي فتحوا السيرة عاد. واقول الحق انا صدقت لقيت ناس تفتح لي السيرة، وحكيت للحريمات كل اللي قلته في الجوابات. اعمل لك ايه ما انت بتكتب لي كلام يكسر صندوق القلب ويطلع وحده، وفيه في الجبلاية حريم خايفة يا حراجي ما تبعت رجالها. عيشة بعفون قالت فيه ناس بتموت، قالوا الجبل بيتهز ويطوطح ويقع على الولد، وقالوا ساعات الولد يدق في توبها الكبريت. أقول الحق أنا في الأول قلبي تمرجح وتهزيت، لكن اتفكرت كلامك عالدلاميت وفتحت القول. قلت وحكيت النبي أحمد فاطمة كانت زي قناية مطلوقة، لهم قاموا يسدوني ولا أنا تسديت. وما رجحت البيت حسيت اني حراجي، حسيت اني زيك واجعص منك. ايه يعني لما الواحد يزرع وردة يا حراجي والناس ما تشوفهاش ولا تتنشكهاش؟ انتوا زرحتوا الوردة واحنا نشممها للناس، مش لازم نعمل حاجة زيكو؟ ابعت يا حراجي وقول احكي لي حكاية الانفار، ملعون خاش اللي يكتب ورقة المرأة يا راجل ويدكله فيها شوية أسرار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلاية الفار. الجوهرة المصونة والدرة المكنونة، زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار، يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. احنا يا فاطمة اللي لا عرفنا قراية ولا كتابة غلاب، عمر يا فاطمة ما فكرنا في الدنيا ولا قلنا جاية منين رايحة على فين، غير كلمة ربنا يسترها معانا الدنيا وآخرة. والآخرة هذا العمر اللي دبل على عوده في تراب الجبلاي. يا ملول حسين العكرش قل السد، كنت زمان بتعطر وأقف واتنفض وامشي تاني في طريق المتسد. السد يا فاطمة فت عيني عالدنيا، زي ما كون طلعني للنور من بير، علمني كتير ويوماتي بيعلمني كتير. والبش المهندس طلعت دوما يحكي لي حديث المصحور، دايما يملى الدنيا في عيني نور ويخليني أشوف الحاجة من تاني. يعرف جبلاية الفار زي ما يكون عايش فيه، يعرفها اكتر مني. طول ما احنا في الشغل يكلمني وادعال وامير من اصل وليه ناس. ولو انه قلف مرة يا حراجي سيبك من البدلة، انا ابوي زيك راجل صاحب فاس، من تحت عرق رجليه اتعلمت. وحكاية الاستاذ طلعت دي يا فاطمة حكاية،
طبعا شافني هو مرة في مرة في مرة في زرع الدلاميت بشتغل الشغلانة غويه أجري من حرصي على عمري مش خوف. وصلوا جات مدة هناك بقوا كل الخلق تقول لي يا حراجي يا حراجي، وأنا كنت كمان عاجب نفسي أمشي مفروض إذا رحت ولماج. وأنا نازل مرة من فوق التبة قال لي عاوزك يا حراجي سيب الشغل اللي وراك وتعال. رحت له في المكتب، مكتبه في الخيمة برا في الشمس، خدني من يدي وقعدني وزقاني الشاي. طلعت فندي أول فندي في الدنيا يا فاطمة يطلب لي واحشة وشربت وهو بيتكلم. طبعا هو قال بس أنا في الوقت ده كنت ضلال في ضلال. قال لي في الآخر كيف الحال؟ أنا قلت له مبسوط وانت عارفاني مؤدب لما ارد سؤال. هو كان مبسوط مني انا مش عارف ليه. خدني ومررني في منطقته لسه يا فاطمة ساعتها لا كان سلك ولا انفاق، كنا يدوبك بنكسر صخر وبنشيله. هو كان عنده عدد وكمان كان فيه حواليه عمال لابسين لبس افندي وحاطين برانيط. كنت انا لسه بشاشي وطاقيتي. قال لي ايه رأيك يا حراجي؟ قلت له شغلك صعب وعاوز فهم. قال تيجي معايا؟ اتخبلت يا فاطمة. قلت له لا. قال ليه يا حراجي؟ قلت يا طلحة افندي انا راجل صاحب فاس، انقل حصى معقول، ازرع دلاميت واجري معقول، لكن ابقى وسط افندياتك دول مش معقول، مش حفهم حاجة. وتاني ما منه يمكن ناوي تشغلني اجيب الشاي للرجال. قال لي يا حراجي دول عمال، عاوزك تبقى واحد من دول وحتبقى واحد عال. اتبرجلت يا فاطمة، عين في الجنة وعين في النار. قلت لنفسي وماله لما تعافر يا اخي، وفرض ما تعلمتش مش عار، انت لازم تعرف انك جيت اسوان مش قاعد في الدار. وما تتعلمش ليه؟ ده انت تتعلم تبقى سيد الكل. بس حكاية فري المواسير دي كل يومين حتبوظ مني المواسير وحتتنى المسامير. قال لي الأستاذ طلعت الله يخليه لشبابه يا رب، ادعي له يا فاطمة كتير. قال لي بس انت نوي؟ وانا عارفك يا حراجي نبي. قلت ايه؟ قلت له بلا حج بخيت بلا دلمي حاج معاك. وده برضو اللي خلى يا فاطمة جواباتي تتأخر. لسه يا فاطمة الرحلة طويلة والأيام جاية، بس حراجي خلاص بقي يغوى الأيام، بيخاف على عمره زي النسوان لما تعجز. أصله يا فاطمة يا مرتي خلاص في إيدي مسكت الخيط، وانت عارفة النور في الظلمة ليه قيمة حتى لو كان جاي من خرم صغير في الحيط. الورقة خلصت يا أم عزيزة وقلبي مليان، ومع الظرف حتستلمي فلوس. بخصوص نظلة كتر خيرك، وهو يا فاطمة فيه في الدنيا واحدة بتفهم رد جميل الناس غيرك، وسلام لكل الجبلاية واحدا واحد زوجك لصط حراجي. أسوان زوجي الغالي لصط حراجي القط العامل في السد العالي. حراجي القط يا أغلى من قشرة عيني وحطان بيت وولدي. جاني جوابك، ما بتسألنيش ليه على اللي بيجرى لما بديني الجوابات. كيف جسمي يسخن ويبرد وقليبي يرقص تحت التوب، بعمل ولا كنه هممني قدام الناس، بس أقلب وأعدل فيد الظرف، بعدين أطلع للبسطاوي وأقول له طب خش اقرا. يتلموا علي الحريمات يقعدوا من جوا الباب مرزوق وسطيهم بالجوابات. وأقول طب مش تستنوا لما مرزوق يشرب كوباية الشاي وأجيد النار وأعلق فوقها المية وجوابك على حجري. إن قمت أروح وقداه، وإن جيت أقعد على حيلي تاني أقوم تاني في حجري حطه، وأسوي الشاي وأنا سمعاهم ورا ظهري بيتغازوا، وأصب الشاي واقعد وسطيهم، واما اسلمهم واحد واحد كبايته انا اللي اقص الظرف واديله الورقه بيدي عشان يقرا.
الله يسترها معاك ويخليك ويحبب خلقه فيك يا رب. من يوم ما خدتني يا حراجي وانت مكبرني في عين الناس ومحسسني اني ست البيت، الناس تتلم علينا وتقعد حوالينا كاني نعيله. يا ما نفسي صح يا ناس، احس اني ولو حتى لحظه قدرت اخفف يا حراجي عنك شيلت الشيله. النبي جواباتك بتنور ظلمه مخي صح وظلمه مخ الحريمات. كل ده يا حراجي جرالك في صوان، ده انت بقيت عفريت. امال ده ما كانش باين ليه يا حراجي هنا في البيت؟ كنا حبسينك في البيت. وساعات لما اكون قاعده لوحدي بنجل غله ولا بعبي الجره اقول وحياه الرب حراجي حرام فيك يا فاطمه، برضو كان لازمه بتجدع منك. مش يعني تخن وطول، حراجي عمره ما شافني كده. حراجي الكلمة ساعات تغنيه وتخليه ينعس ليلته مطمن رايق الباه. وساعات برضو أقول ما أنا برضو مليحي، يعني هي الغيرة دي برضو حتشيل في عينيها اللي أنا شايلاها لحراجي؟ لا، أنا أكتر واحدة في الدنيا تعز حراجي. هو حراجي عاوزيه من الدنيا غير ان الضحكه لما تطلع من قلبه تطلع مرتاحه. وانا على قد ما بقدر بدعيلك، بكشف شعري للنجم وبدعيلك يا حراجي، واقول ميت حتهجي واشوفك بعنيه وانت بتخطي عتبه الدار. زوجتك فاطمه احمد عبد الغفار، جبلايه الفار. فاطمه، مش ماشية معايا حكاية الجوهرة والدرة المكنونة دي. انت يا فاطمة اغلى من الجوهرة واجدع من الدرة، وحتى انا مش عارف معنى كلمة الدرة. انت يا فاطمة اغلى ما ماسك في ايدي تحويشتي وعرقي واكتر من كل كنوز الدنيا. والمسألة في الجول مع فاطمة مش محتاجة كلام، يعني لو قلتلك جوهرة هتقول حراجي معزت وزادت. انت عارفة حراجي وعارفة مقدارك. انا ربنا جابني الدنيا من غير ورث واداني منابي فيك، ومطالب منه غير بس يبارك فيكي ويديني الجهد في درعيني اقدف بيكي. ما اقدرش اعكس في طريق الا بيكي. ان مالت بيا الدنيا اتك عليكي تسندني ايديكي. فمنين جوهرة ولا مية حينوروا زي عينيك المليانين طيبة وحنية في ليالية. والواد عيد واخد منك طيبتك وعينيكي وحمو الجهد. اترجل قبل ما يبقى ولد زي بقية الولد. العلم يا فاطمة العلم، العلم ده أمره غريب. دماغات زي الدماغات اللي في جبلاية الفار، لا عين زايدة ولا ودن لكن بتسوي الأعجيب. ده احنا بس الليل لما بيجينا الجبلاية بنخاف، لكن دول الدنيا فروسهم محسوبة، محسوبة صحيح. وهو يا فاطمة لولا عارفين ان الدلاميت ياخد الجبل وينزل كانوا عملوا الدلاميت. حاسبين الدنيا العفاريت. اه بس يا فاطمة لو كنت تعلم. سمعت في شي اسمه الونش اهدي مثلا، ما كان لليها ايد ولا وش، لكن عالية يا فاطمة وبكرش، ركبها راجل زي ما يحودها تحود. اهدي لوحديها ترفع عربية قطر الفوق وتوديها مكان تاني. طب عربية القطر يا فاطمة كام ميت راجل برضو ما تقدرش تعتعها، هو بخطاف كده زي الشرشرة يرفعها. والدماغات دي برضو كانت تعمل ونش لولا انها عارفة انه حيشيل عربية القطر. وكثير في الجوابات بتقول يا فاطمة الغربة الغربة الغربة. ايه هي الغربة يا فاطمة؟ وميتى يبقى الواحد منينا في غربة؟ لما يسيب بلده؟ الواحد بلده الحتة اللي بيغواها، بيته الفرشة اللي عينه تنعس جواها. مش يامنا بقنديل متجوزة حفن العطار؟ مش دي حكاية يا فاطمة قرياها انت وحفظها؟ مش قاسمين لا الفرش ولا اللقمة، مش ضايقين ايامهم بلسانهم،
وجنوبهم في الليل بتبات تتقلب. أهد الغربة يا فاطمة، جبلاية الفار بلده وبلد جده، وده بيت والده لكن متغرف فيه، وأنا هنا عالف صوان. لولا القلب اللي لما افتكرك زي حمامة مدبوحة يرفرف كنت ما فكرش في مطرح تاني، وما فيش في الدنيا غير جبلاية الفار اللي معنداني، علشان فيها عيد وعزيزه وفطاني. جبلاية الفار بيكم فكراني، وتقول لي ميتة حتاجي يا حراجي، وأرد ورا الشوق الرامح على البيت. صحيح ميتة يا حراجي راح تاجي، أنا متشوق صحة يا فاطمة، لكن دلوقتي سبيني زي اللي في قلبي حتة مصلوخة، مش عاوز أطولها المية قبل ما تبرد وتطيب. وما تتضايقيش مني يا فاطمة لو قلتلك حتى لو ادوني أجازة مش رح آجي، وسلامي وشوقي المش طايق ناره زوجك لست حراج. رك كلامي في راسك وجاوبني، أهو مش عارف ليلة مبارح لفت بي الجبلاي، إن كان فيه مطرح أنا مش عاوزة إلا كسرتي وغطاي. دلوقت اللي بننضخها هنا يا حراجي ما راح تقدرش تخليني أنضخها هناك، يبقى خدنا معاه. مش عارف ليلة مبارح تعبتني وبايت عيان، أنا واخداك علشان لما أمد إيدي ألقاك جنبي، ملقاكش هناك. حتقول مال فاطمة، فاطمة زهقانة، أه يوم فرحانة ويوم زعلانة ويوم قلقانة، إحنا واخدينك يا حراجي عشان تبقى معانا وعشان نبقى معاك، يا تاخدنا معاك يا حراجي يا ترجع تقعد في البيت ده معانا. البيت كده زي ما كون بيجي واسع وحطان وطولانة، مش عاوزين سد، أهو لسه يومين قاعدة تباها بالسد وبيك قدام الناس، لكن والله ما ضيعنا الفهس، حتضيعنا الغيبة يا حراجي، الغيبة تخلي الناس تنسى الناس. كل ما أقول لك مشتاقي بتبعد، ده أنا حتى ساعات أتحدث مع نفسي وأقول كتر خيره اللي فاكرني وبيبعت لنا جوابات، جواباتك مليانة شوق، لكن مش طيلاك يا حراجي، البعد خانقني زي الطوق. لولا معيد طول اليوم بيودود جنبي في قراية اللوح كانت الدنيا تقفل من كل جنوبها، مش عاوزة فلوس، ارجع ارجع واغمس في تراب البيت. لكن عرفاك مش راجع يا حراجي، عرفاك عرفاك منكوت في ترابها زي الشجرة هناك، يبقى الاحسن خدنا معاه. الضلمة بقت في الليل بتسود قوي يا حراجي، وانت مش رح تاجي، وانا مش عارفة اسوي ايه فيك، ربنا يهديك. طب شوف لي حل الاحسن من ليلة مبارح زي ما كنت دلقوا في نقشيشي بحر انخل، مش طايق امشي في الدار وحاسة كأني مخنوقة وعقلي من دار. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار. فاطمة قهران منك، والقهر ان يتمكن من صدر الراجل يغشي عينيه ويهز ايديه ويزعزع روحه من الداخل، وانت عارف يتخبل وما يعرف ايه الطالع وايه الداخل، ايه اللي ليه وايه اللي عليه، ويهاب نفسه ويهاب الهوى الازرق لو مر عليه. والقهر ان كان من شخص توده النفس يبقى هو يا فاطمة القهر الحقاني وبس، ان كان اخ ان كان صاحب اب بم، ان كان القهر ده سبب الولد. اما ان حراجي يزعل من فاطمة يا فاطمة فكتر خيره لما يتبرجل في الشغل وما يعرف يسأل، وان سألوه ما يرد. الفرحة اللي انا فرحانها بمشواري وبيكي ترميني في السكة عارية، اهد اللي تعاك ننصح وترجع نسرح في الليل، وادور على كرسي الدخان وتخلي هدومي على جسمي تلق، وتخليني اصغر تاني وسط الخلق، وتخلي اللقمة تمرر في الحلق. في الوقت اللي تحطت قدمك على اول علي والفوق يا حراجي يقولوا لك تاجي، ما قدرش يا فاطمة اسيبك مزرودة، وكمان ما قدرش اسيبك حمشي في سكة مسدودة،
ونسبت السد وجحت في جعر البير تاني. ده انا حتى ساعات بأحدد نفسي واقول يكونش السد ده عاملينه عشاني، علشان يا حراجي تعرف قيمتك وتفتح على الكون والناس رغم المر اللي بتشربه فيه. ساعات لازم برضو يا فاطمة الواحد منينا ساعات يتعب في المشوار ويوقف ويهزل قدام روحه. أنا نفسي ساعات أفتكر الغيبة والقطعة أبكي، لكن كلمة واحدة جنبي تصحيني وتاخدني في السك. وساعات المهندس طلعة يلقاني زي أنا ملقيتك في جوابك، ويطلع لي بكلمة من وسط دموعي على فراقكم ضحك. متى يا فاطمة بنبكي؟ لما بننسى الناس. أيوة يا مرتي، زي السمكة اللي نطت جات برا المي تفضل تخبط ترجع زي المدبوحة، وإن ما لقتش المية في نطتها تموت. أهو إحنا تمام وضع السمكة والناس هي المي، براهم ندبل ننشف لا أوان له ولا معاد الموت. أيوة بنبقى وسطيهم لكن ندبل، لأنه مش العبرة يا فاطمة نقعد وسطيهم، الحكمة في قعدتنا معاهم يقعدوا جواني ونقعد جواه. قال لي المهندس طلعت ان الناس دي في اولت الدنيا ايام ما الارض دي كانت غابة واحنا كنا وحوشه، كانوا الناس يطلعوا للغابة يصيدوا يا فاطنة مع بعض، لان اللي يروح لوحده كان يستفرد به الوحش. ده حتى كانوا ان واحد يعمل غلطة في اخوانه لا يودوه سجن ولا يسألوا فين النقطة اللي تحبس ولا فين سجان، كانوا يسيبوه يمشي لوحده برا الناس. شايفة يا فاطمة الوقت السجن صغير كيف؟ كان المجرم من دول بدري سجنه الدنيا. صح كلام، الدنيا من غير الخلق دي تبقى سجن السجن. فأنا عاوز أقول إنه قعادك واحد خلاك تقول كده وتشوفي حراجي كده وتشوفي السد العالي كده وتشوفي نفسك هدهد ناشف متعلق على خشم الباب، وتحس ساعتها بصح ان حراجي غاب وان الدنيا من غيره عزة. لكن لو شاغلة دماغك وايديك بحاجة، لو كنت مشاركة الناس في حويجة او موضوع، كنت هتلاقي بحر الوحشة على طول مقطوع، والوخم اللي حط عليك وعاوزة تحطيه على البيت والولد يقوم مرفوع. يعني اقول من جيم الست سبعة ايام قال لي البشل مهندس طلعت روح الورشة يا حراجي عاوزين ترسين من جيمة ستة في ستة وعشرين سمك صغير. طبعا طير رحت الورشة، واحمد رب ان انا رحت ساعتها على طول، وكأن الاستاذ طلعت كان حاسس. برا الورشة لقيت قسطة ميكانيكي مزروت تحت خابور قد الحيطة، وسطى تاني عمال يرفعوا عنه ما قدرش الشخص خلاص حيموت، وازعق بعلو الحس اقول الله يا اولاد جات الرجال من الورشة والموقع زي النمل خلصنا الراجل. شوف الناس، يعني مش لازم يبقى الواحد منينا يا فاطمة مزرود في خبور علشان يحتاج للخلق. ده مثل يعني صغير، وانت طيلة العمر في عيني كبيرة وواعية. بخجل منك يا ام ولادي لما اعمل شي يخجل ولا يصغرني في عينك، واخجل منك اكتر لما انت تعملي حاجة تقلل من قيمتك في عينين الناس مش في عيني انا. انا عارف فاطمة بتشوف الدنيا كيف، واما ان انت تجيني يا فاطمة ده كان يبقى يوم الجنة، واذا عدلها لنا المولى حنعمله. بس الموضوع اصله وانا ايه يكسفني حقول، احنا الخمسة واخدين أوضة أجارة حاطين على بابها قفل وجواها حاجتنا، احنا مش بننام جواها بننعس في الموقع. طبعا احنا ورادي الوردية ان كانت في الصبح الليل بننام في السد، الوردية بالليل اهو بننام في الأوضة، بس صوان حر وزهجة والهوى فيها مكتوم. وكمان احنا من ميتة يا فاطمة كانت همانة حكاية النوم،
مطارح غالية يا بوي واحنا فجارة. سيبك من جولة قسطة وجولة مستوظف، والله يا لولا اللجمة لازم تنزل في البطن عشان الزول منينا يعيش، احنا ما نصرف. فحكاية جيك عندينا مش معقول، وحكاية جينا عنديكم مش معقول، وحكاية ان الناس طول عمرها تتجوز علشان تقعد مع بعضيه مش معقول. بيننا البحر وحيفضل بيننا البحر لحد ما ربك يقضي في الامر. اقعد في الناس اتعلم زي منيهم سر الدنيا. اه لو كل بلد فيها واحد طلعت كان ايه يحودني اقول لك كلمة من دول، كان الواحد يقعد هنا مرتاح ولا حتى يفكر فيك كده، ولا يقعد قهران فصوان، ولا حد يقول له ميته حتسافر، ولا ميته حتهجي زوجك لسط حرج. السد العالي زوجي حراجي اهو قولك ليه طعمه وبس، فهمت فهمتش قولك بيسوقني قدامه زي النعجة وبس. صدق يا حراجي انت قريب مهما تغربت ومهما طوحنا المشوار، حسك مال الدار وسيرتك زيحة وخم جبلاية الفار، وانا مش مكسوفة من الورقة اللي بعتناه، حسينا حاجات فينا قلناه، واذا حسينا تاني حنقول. انصرخ القول في الحشي عمر الخشم الحر ما يقدر يقعد مكفول. جواباتك بتبل الريق النشفان وتنور بيت ما فيهوش غير ست عيون، وانا لو حبيت الدنيا من تاني يا ابو عيد برضو ما يغنيش عن رؤياك والقعدة معاك. انا عندي غسيل توبك عالبير بالدنيا وفرح الدنيا وبالخلق كبير وصغير، وانا قلت لك يلا تعال لكن صح انا عاوزاك تاجي، طب يبقى ساعتها ما تبقاش حراج. اهو قلتها من خلق الزهجان من قلب الجلعان، وانا يعني لي مين في الدنيا اشكيله، ده زي ما كون انت يا حراجي ابوي، زي ما كون انت يا حراجي اللي مربيني في حجرك. بس المرة منينا نفات الحول والكحلة ما متمرودهاش وضفايرها ما تعقدهاش، العمر ينتش فيها كيف الحداية وتحس بأيامها بتجري قدامها ما بتحصلهاش. وإحنا يا حراجي لسه ما فرحناش، لسه ما قعدناش مع بعضينا وما تكلمناش، لسه ما ضحكت لنا روح وتبللنا ريق وتبعزقنا طريق، تبقى موحشها طريق يا حراجي مصعبها طريق. وانا برضو لسه جهلاك يا حراجي وجاهل الدنيا ولازمني تنور لي السكه، ما طلحت ازيك. انا من صغري عايشه على لقمه غيري، لقمه ابوي كانت قبله، وادنت ولله الحمد لا سندنا على حد ولا خليتنا نحتاج لنعوزه من حد. وساعات قله عقل الانسان يطمح في حاجات هايفة ويصيبوا النكران، وانا عندي عزيزة وعيد شايفة الدنيا بيهم كبروا الولد، كل ما يجي الواد من الكتاب زي الباشا ولا عزيزة تنطق كلمة جديدة احسد نفس اللي وحدي بشوفهم وافرح بيهم واقول فينك يا حراجي ياللي في اخر الدنيا بتجري عليهم. واللي يخوفني ساعات منك لا كلمة ولا سؤال على الولد في جواباتك. دلوقتي هم قرب لك ولا البشل مهندس؟ ما تاخدش يقولي زعل، انا مش غيرانة منه يا حراجي، لكن تملي بحس كده انك ناس الدنيا لما بتتكلم عنه. احنا بنحب جميع اللي في ريحك، وخلاص بقي عيد دلوقت ساعات القاه عند الكن بيفحكش في الجوابات، يفتح خشمه ويكفل وعنيه على الخط. قال لي الشيخ قرش امبارح عيد بقي عال بيفك الخط، احسن عيل عندي في الكتاب طالع ناصح زي حراجي. طيب افرح يا حراجي ولا مفراح؟ انا قلت اقسم مع ابوه فرحتي بي. مات ليلة امبارح عبد العالي الكيان، طلعناه الصبحي. اوعى تكون زعلان من فاطمة، ده انت سترها وغطاها
مش عيب برضو لما المرة تبقى عاوزة راجلها معاه. بطلت كلام عالسد وانا خليتك عاد تحكي باقي الموضوع. يمكن يا حراج اللي ملخبط مخي ان احنا اول مرة في عمرنا يبقى لنا موضوع وانت كنت من الغيط للدار. يمكن مش مستحملة ما بقاش زوجة راجل مش انفه. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار. فيه كلمة لسه باقية يا حراج. اش معنى الشغل تملي للرجال؟ امال الناس كانت راح تعمل كيف لو ربنا بس خالقها كلها نسوة؟ طب انا دلوقت في عز شبابي وعفية اقدر اشيل وانحت واعبي واشمر عبي واقل زي الرجالة تمام وقته. هي اصحاب الشغل دي مش ليها الشغل وبس، مالها اذا كنت انا راجلة ولا مرة؟ اهو واحدة ضمن الاجرة اشتغل اليوم واقبض اجرة. يعني بدال ما يخش البيت في الجمعة رطيل لحمة يبقوا رطلين، مش شورة مليحة دي ابو القط. واحد عافية زيي يخلوها للشيل والحط مش مالي الجرة والكنس. هي اصحاب الشغل دي مش ليها الشغل وبس، والواحدة ما دام في الشغل كأنها في البيت مسطورة ومتحشمة وعنيها مش طايرة، مش تبقى خلاص راجل. النبي لو قلت ده للجبلاية لترد فشي ببانها، والنبي والرجالة ما تخليني اقعد مع نسوان. بس انا برضو عاوز اعرف ايه السد، مش حتى عشان اعرف جوزي راح فين لما ركب القطر وساب الضه. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار. السد العالي زوجي حراجي اهو قولك ليه طعمه وبس. فهمت فهمتش؟ قولك بيسوقني قدامه زي النعجة وبس. صدق يا حراجي انت قريب مهما تغربت ومهما طوحنا المشوار. حسك مال الدار وسيرتك زي حوخم جبلاية الفا، وانا مش مكسوفة من الورقة اللي بعتناه. حسينا حاجات فينا قلناه، وإذا حسينا تاني حنقول. انصرخ القول في الحشي عمر الخشم الحر ما يقدر يقعد مكفول. جواباتك بتبل الريق النشفان وتنور بيت ما فيهوش غير ست عيون. وانا لو حبيت الدنيا من تاني يا ابو عيد برضو ما يغنيش عن رؤياك والقعدة معاك. انا عندي غسيل توبك عالبير بالدنيا وفرح الدنيا وبالخلق كبير وصغير. وانا قلت لك يلا تعال، لكن صح انا عاوزاك تاجي. طب يبقى ساعتها ما تبقاش حراج. اهو قلتها من خلق الزهجان من قلب الجلعان. وانا يعني ليا مين في الدنيا اشكيله؟ ده زي ما كون انت يا حراجي ابوي، زي ما كون انت يا حراجي اللي مربيني في حجرك. بس المرة منينا فات الحول والكحلة ما متمرودهاش وضفايرها ما تعقدهاش. العمر ينتش فيها كيف الحداية وتحس بأيامها بتجري قدامها ما بتحصلهاش. وإحنا يا حراجي لسه ما فرحناش، لسه ما قعدناش مع بعضينا وما تكلمناش، لسه ما ضحكت لنا روح وتبللنا ريق وتبعزقنا طريق. تبقى موحشها طريق يا حراجي، مصعبها طريق. وانا برضو لسه جهلاك يا حراجي وجاهل الدنيا ولازمني تنور لي السكه. ما طلحت ازيك؟ انا من صغري عايشه على لقمه غيري، لقمه ابوي كانت قبله. وادنت ولله الحمد لا سندنا على حد ولا خليتنا نحتاج لنعوزه من حد. وساعات قله عقل الانسان يطمح في حاجات هايفة ويصيبوا النكران. وانا عندي عزيزة وعيد شايفة الدنيا بيهم، كبروا الولد كل ما يجي الواد من الكتاب زي الباشا ولا عزيزة تنطق كلمة جديدة احسد نفس اللي وحدي بشوفهم وافرح بيهم واقول فينك يا حراجي ياللي في اخر الدنيا بتجري عليهم. واللي يخوفني ساعات منك لا كلمة ولا سؤال على الولد في جواباتك. دلوقتي هم قرب لك ولا البشل مهندس؟ ما تاخدش يقولي زعل،
انا مش غيرانة منه يا حراجي، لكن تملي بحس كده انك ناس الدنيا لما بتتكلم عنه. احنا بنحب جميع اللي في ريحك، وخلاص بقي عيد الوقت، ساعات القاه عند الكن بيفحكش في الجوابات، يفتح خشمه ويكفل وعنيه على الخط. قال لي الشيخ قرش امبارح عيد بقي عال بيفك الخط، احسن عيل عندي في الكتاب طالع ناصح زي حراجي. طيب افرح يا حراجي ولا مفراح؟ انا قلت اقسم مع ابوه فرحتي بي. مات ليلة امبارح عبد العالي الكيان، طلعناه الصبحي. اوعى تكون زعلان من فاطمة، ده انت سترها وغطاها، مش عيب برضو لما المرة تبقى عاوزة راجلها معاه؟ بطلت كلام عالسد، وانا خليتك عاد تحكي باقي الموضوع. يمكن يا حراج اللي ملخبط مخي ان احنا اول مرة في عمرنا يبقى لنا موضوع، وانت كنت من الغيط للدار. يمكن مش مستحملة ما بقاش زوجة راجل مش انفه. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار. فيه كلمة لسه باقية يا حراج، اش معنى الشغل تملي للرجال؟ امال الناس كانت راح تعمل كيف لو ربنا بس خالقها كلها نسوة؟ طب انا دلوقت في عز شبابي وعفي، اقدر اشيل وانحت واعبي واشمر عبي واقل زي الرجالة تمام وقته. هي اصحاب الشغل دي مش ليها الشغل وبس، مالها اذا كنت انا راجلة ولا مرة؟ اهو واحدة ضمن الاجرة اشتغل اليوم واقبض اجرة، يعني بدال ما يخش البيت في الجمعة رطيل لحمة يبقوا رطلين، مش شورة مليحة دي ابو القط. واحدة عفية زيي يخلوها للشيل والحط، مش مالي الجرة والكنس. هي اصحاب الشغل دي مش ليها الشغل وبس، والواحدة ما دام في الشغل كأنها في البيت، مسطورة ومتحشمة وعنيها مش طايرة، مش تبقى خلاص راجل. النبي لو قلت ده للجبلاية لترد فشي ببانها، والنبي والرجالة ما تخليني اقعد مع نسوان. بس انا برضو عاوز اعرف ايه السد، مش حتى عشان اعرف جوزي راح فين لما ركب القطر وساب الضه. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار جبلاية الفار. فاطمة طبعا جاني جوابك وغسل قلبي يم القلب المغسول، حطيته في جيبي لحد ما خلصت اللي وراي، شلته وطلعت على الاستاذ طلعت على طول. بصراحة وما انتش غريبة، ما عادش القلب معاه يقدر يقعد مكفول، ما بطيقش دلوك الا معاه اخد ودي في الجول. الفرق ما بين الاستاذ طلعت والملوي يا فاطمة مش ان ده بلدياتي والتاني غريب، ولا ان ده غلبان زي حالاتي وطلعت افندي افندي بحزام وقميص. الفرق ان ده يقدر يدي وده لا. الادي عند الملوي فلوس، والادي عند الاستاذ طلعت بس كلام، بس كلام عمره ما يتقدر بفلوس. والفرق يا فاطمة ان الاستاذ طلعت غير انه بيقدر يدي، بيدي اتعلمت معاه اقدر اخد ودي، واللي اخده مش لازم يبقى تقله في يدي. ومش كل الافنديات تقدر تدي يا فاطمة، هنا في صوان ياما افنديات وبتتقلب قدام عيني، اوحش من بعض، اوحش من عبد الرحمن الكرش اللي بيدي للجبلاية فلوس بربه، واللي ما يطلعش القرش الا اذا كان حيعد له شاي القرش. مشونا باتنا وماتنا السكة غلط، احنا طلعنا نلاقي صغارنا تعيد الشورى على كبارنا. لو نستعجل حد غريب ونبحله بمواجع نبقى في عين كبراتنا يا فاطمة زي اللي كسروا صندوق الجامع. وطلعنا لقينا الدنيا موروسة خلاص، متقسمة عيلات وبيوت، بيت صالح، بيت العكرش، بيت بسلمي، ده أخوي وده جوز خالة أمي
ودي أم مرات عمي، والبيت ده ما يفتحش في وش البيت ده غير بابه. عمري ما في الجبلاية يا فاطمة شفت بيوت فاتحة قلوبها لبيوت إلا لما حد يموت. الموت بس اللي بيجمعنا يا ناس جبلاية الفار، نقعد مع بعض كأننا نخل في كرم، انهبت ريح على كل اطوحنا زي الكل، وانسكت الهوى يسكت على الكل، لكن نخلة جعانة عشطانة شكوتها للتاني عار. مين قال يا مولادي فتح القلب خطيه؟ جينا ومتقلنا دول حبايبكم، دول نسايبكم، دول عدوينكم، واذا حس القلب بميل للجهة المش مرسومة كفر. جبلاية الفار اكتر من مليون جبلاية فار، كل طاقية ماشية لوحدها، كل بيبان بيت جبلاية فار. ان قلت ابومي راجل طماع، حتى ان كان طماع حرام واخش النار، تنخر فينا العتة في مطر احنا. ما نتقدمش، اللي يتقدم كافر. نقعد لا نقول له ولا نصرخ ولا نعافر، لما نموت بعد الزول ما يموت منينا يدور على اخوه التاني الحقاني، يدور على مرته اللي كان نفسه يتجوزها يا فاطمة ولا اتجوزهاش، يدور على البيت اللي كان يرتاح فيه وتحرم في الدنيا عليه. في الجنة بس يا فاطمة يقدر أيها واحد يمشي مع أيها واحد، يعمل بيته اللي بيرتاح فيه، ويعمل عمره اللي عاش غيره وفضل طيلة عمره يحلم بيه، يبنيه طوبة طوبة في راسه وشباك شباك لحد ما يكبر ويكهل ويتوه منه عمره ويتفكت زي حبوب السبحة. لما الواحد شعره يشيب، قلبه يشيب، جسمه كمان بيشيب، والدنيا اللي كانت تحت صوابعه ومش قادر يحياها تترمي في الهو زي شموش المغرب لما تغيب. يا عباد الله كل الدنيا مقلوبة يا فاطمة، شايفها بعيني مقلوبة، شايف جبلاية الفار متشندلة قدام عيني ومغلوبة، كله مش مظبوط، كله مش مظبوط، بتعب راسي بتتعب وتلف وتندار، وساعات اتمنى لو ارجع تاني حراج بتاع جبلاية الفار. البدن اللي شايل راس العظم، الايد والفاس والضحكة الفارغة مع الانفار، في الصبح اصحى مع الجديان والفروج، ومع الليل زي الفروج اتلم، بس خلاص رجلي زلقت واخدني المشوار. ساعات اقعد ابحلك في الحيط 100 ساعة، الملوي يا فاطمة يضحكني يونسني، انما الاستاذ طلعت عطويه جايبال الهم، بس انا غاوي الهم اللي خلاني اشوف. قال لي بعد ما رجع لي المظروف، سلم لي عليها وعلى عيد وعزيزة، فاطمة أميرة يا حراجي وليها حق. وقعدت أتكلم وياه ساعة لما تعبت، طبعا هو تملي يقول للشغالة حراجي ده متعب، والله ما فيه في الدنيا يا فاطمة واحد متعب زيك يا أستاذ طلعة، ده كلامه تقولي مناشير. النبي في ساعات من كتر ما بتعب وأنا بسمع له راسي بطقتك. لو قفلت جوابي من غير ما أسلم على عيد وعزيزي، يمكن بكرة تزفيني بخطاب من الخطابات إياها لن أعرفها وانت عارفها. لكن معقولة يا فاطمة أسأل على الولد وانت حسك للدنيا وعال؟ معقول أعمل والد على الولد وانت يا فاطمة بعشر رجال زوجك لصد حراجي؟ زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. زوجتي فاطمة مش عارف انهين كان يبقى الأحسن، الشغل كده ولا لو ادوني مقطوعية في جسم السد. مقطوعية أخلصها في سنة، في 2، في 3،
فعشرة أو أبقى عارف اللي عملته وبس، يبقى اسم عليها ولا ما يبقاش مش ده المشكل. إشكالي يا بنية خالي إني مش عارف فين اللي عملته بإيدي في الهيصة الكبرانة دي، فين شغل حراج القط الشغال من سنتين في الساد، يعني اللي ياجي يقول لي فرجني على اللي عملته يا حراج كيف حنطق وأرد، فين الميت ميت خبطة فاس رح أشاور على دول كيف وأقول أنا عامل ده، فين الميت ميت زنبيل التيل التقلانة اللي نقلهم على كتفاتي، مش باقي منهم غير العوجة اللي في كتفي، يتحسبوا كيف دولم يا ولاد؟ يعني اللي يقول لي فين شغلك يا حراج أشاور له على كتفي، المواسير والصواميل اللي طلعت عيني فيهم حرفهم كيف من بين صواميل الناس التانيين؟ اهو عندك كانت الشغلة في الجبلاية بعد ما تخلص معروف نمشي ونقول والله كبر قمحك يا شاهين زرعه بايدي يا رجالة ورويه، ببقى عارف اليوم الواحد ده عامل بالضبط الشغلانة دي، انما في الغول الواقف قدامي ده محدش عارف اللي عمله ده من اللي عمله ده، بيسف في جوفه اليوم وما يشبعش، مش يومي انا لوحدي، لا يوم الالوفات دي، يوم الالوفات اللي بتنطق زي بالعربي واللي بتبرجم وترجم بالفرنجي. انا ناسي كنت اقولك هنا في اسوان فيه ولد عرب وكمان فيه خواجات الروس جايين في مراكب من آخر الدنيا، ناس حمر يقول لك يا فطاني بلدهم في الشتوية بيغطيها التلج، ناس وسجر وبيوت وضروب كله يغطيه التلج، ولذا في الصيف الواحد هنا فيهم يبقى شكل الجزرة أحمر، لكن دينهم شغل، الواحد منهم ما يقلش راسه من الشغلانة مهما يكون. كنا في الأول نضحك منهم نتمقلت يعني، واه يا واكل ناسك سد أبوك راح تورث فيه بتموت نفسك، كانوا يمدولنا ايديهم فوق روسهم فاكريننا بنسلم، ما احنا كنا عارفينهم مش عارفين لغوتنا، كنا واخدينها سلاوة. لكن ويا فاطمة مسافة العام ما تلف كانوا حفظوا لغوتنا بالحرف، روسيا اسمها روسيا دولة، دولة كبرانة أكبر من دولتنا كتير، والناس دي يا فاطمة مش مجبورة على الشغل عشان روحها، مجبورة عشان نحن نقف على رجلينا ويبقى الواحد مننا حر، كانوا غلابة زينا يوما. وأتار يا فاطمة يا ويل الدنيا لما تعاكس الفجرة من قومة الفجرة الأجرة. أسوان زوج الغالي لسط حراجي القط العامل في السد العالي، زوج حراجي ولادك عال والبيت مش ناقص وغير حسك، من يوم ما مشيت وفضل الركان وكأنك خدت البيت وياك أسوان يا حراجي وما سبت لنا إلا حطانه، انخلص الزيت والشاي في الدكان صاحب الدكان بيكفي الدكان، عيد وعزيزة هم اللي مخليني مش قافل الدكان، لكن انت حسك كان مدي للبيت قيمة زي ما كون المطرح قال عتوبه، وزي ما كون يا تراب البيت ملكاش ريحة، وانا مستنية اللي انا عارفاه اني مستنية، صح انا كان خاطري تاخدني معاه، لكن وما دام الامر كده سنة سنتين عشرة مستنية ان شاء الله حتى تقضي باقي العمر هنا، فاطمة يا حراجي حتقعد مستنية، اهو دلوقت تبين تقطعوا على بدني وعلى بدن الولد من يوم انت ما غبت، وحتى انقطعنا ميت توب برضو حترجع يا حراجي تلاقينا قاعدين
مستني، حتى لو كل ما منا مات له في جيها غير التاني برضو حترجع تلقاني قاعدة في مكاني ومستنيهك. ولا حيلة للمحتاج إلا إنه يقعد مستني، يا تنفك الديقة يا يموت وتموت حوشته معه. وأنا محتاجة تعود، محتاجة تاني أمشي في ظل محبة ناس الجبلايا ليك. الغيبة خلتني زي ما أكون ضيفة في جبلاية الفار، أنت اللي كنت متقل رجلينا فيها، وما دام أنت حتقعد عندك وإحنا حنقعد فيها يبقى ما قدمياش غير الاستني. إن كان فيه سكة تانية مش عارفاها فهم، ما دام الغيبة طويلة طبعا فاطمة حتبقى راجل البيت، فيا أبقى راجل صح يا إما بلاش. وعشان أبقى راجل البيت صح يبقى لازم أمشي اللي في مخي واللي أنا شايفاه. طول عمر المرة منينا ما سابوها يا واتخالي تعمل حاجة في البيت إلا إن كانت القعدة قدام الفرن وحط الطاجن على الكوانين، ده هو البيت. البيت مش ده، مش انت بعت لي جواب قلت لي الدنيا ما هياش القرش ولا اللقمة ولا الهدمة ولا الغطيان؟ انا برضو شايفة كده. مش انت قلت لي عدم الشغل يخلي الناس مش ناس؟ انا برضو شايفة ان الناس من غير الشغل بيتلطعوا على حيط الدنيا زي الدبان، ولا يبقى لهم معنى ولا اسم، وتضيع منهم ريحة الرجال. احنا بيتنا ديوان وصباط ومكان الفرن والحاصل والكرم. الكرم بتاعنا يا حراجي جراطين، 12 نخل، وتحت النخل الجراطين. انا لو شديت حيلي وسكت الجراطين اي عوزة وكبرنجان برسيم ابقى نفعت. اهو بدي يبقى لي كلام وحديث وسط الناس يا حراج. حزرع بيدي، انا مش هحتاج غير الغلة اللي ارميها وتلت تحفان كماوي، دول جراطين. انا مش زرعة 16 فدان منجة. وحجيب بكرة جديدة للبير اطلع اوصي بكرة عليها على النجار، ساعتها اقدر اتكلم مع تجار مع أجري مزارع. مش عيب اللي بيشتغلوا يستنوروا من اللي بيشتغلوا، ساعة دي بس ححس اني راجل وسطيهم يا حراجي. بزرع جراطين، هي الجراطين هينا يا حراجي؟ تتباع ملوخيتهم في السوق يوم السوق؟ أيوة حطلع أبيعها في السوق. ما طلعش ليه السوق؟ هو أنا رايحة فيه؟ رايحة أبيع عراقي وأجيب حقه، ما فيهاش حاجة. وفاطمة ما تبقاش فاطمة بنت أحمد لو ما الجبلاية كلها تعمل نسوانها زيها يا حراجي. ليه؟ وإحنا حاجة في حوايج البيت. أنا ليا مخ، محدش ليه عندي حاجة لما أشغل مخ. جراطين أرض وبير وستاشر نخلة، ده كفاية النخلات يشربوا من جنب الزرع، ده حتى بلحاتهم ضمر. يبقى أنا حزرة وأدينة قلنا لي. عيد مبارح قال لي عشان الواحد بس يخش الكرم وعشان يبقى بيتنا حاجة خضرة وبس. من يوم أبا يما ما سافر ما طلحتش غير أهو، كنت بودي له الأكل، أودي له الدخان والجوزة، أروح له في أيها عوز. دلوق من الكتاب للبيت، من البيت للسوق، من السوق للبيت، لا في سكة زرع ولا عدت بشوف زرع. يبقى نزرع يما وأساعد كان في أيها عوزة. أقل لها أتعلم زرع يعني أنا حطلع دكتور؟ مش برضو إياه آخرة للزرع. ملناش دعوة باللي بيقوله، لكن مش باين بدأ يهتم. إحنا حنزرع يا حراجي. في جوابك أبقى أقول لي هم بيدولك كام في الشغل؟ أنا ما تهميتش أعرف قبل حكاية الكام علشان نعرف بس. وإذا كانت فايضة فلوس في صوابعك ابعتهم احنا ولا بيهم، بدل ما يدوبوا في جيبك نزرع بيتنا. القرش الناس بتجيبه علشان تعمل عوزة، مش علشان ترميه في الجيب
يستنى عوزه لسه قاعدة في علم الغيب. يلا عشان يبقى لنا نفس نقول لك من عندنا بيسلم كل البيت، أنا والولد وكرم النخل، ساعتها بس هترجع تاني موجود وياني في جبلي كالفار. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار. زوجتي فاطمة زي القطر ما يدخل باب الجبلاية مال الدنيا عفر ويطير فوق الدخان، جاني جوابك، حسك عالي وعزمك يتسوى على نار الرخفان، وترك زي حراجي نفسك حامي، امال كنت بتعمل زي القمرية ليه قدامي؟ طول عمري بلف ازرع في اراضي الكون، لم حبيت زيك يا نبات الكرم دلون الا لون السد ده الزرع صحيح اللي زقيته بشقاية. والواحد منينا يا فاطمة لازم على ظهر الدنيا يترك لون، مرة راجل لازم نطلع منها سايبين لون، ايد بني ادم لو ما تصبش في الارض ملعونة وصاحبها ملعون. 7 جنيه متوفرة في المدة. برضو ما تسألينيش على الأجرة يا فاطمة، الأجرة اللي باخدها ما تجيش حاجة جنب الهد، أنا بقبض حاجة تانية من السد، إيه هي أنا مش عارف لكني حاسبها تمام. كل ما عدت الأيام كل ما بعرف قيمة شغلي وقيمتي، عارفة كده زي ما يكون الواحد كان كافر ودخل دين الإسلام. امبارح شفت السيمة جابوها لنا في السد، اتلموا العمال زي المجانين، تقول يا فاطمة يوم الحش رجالة كبيرة وشايبة بقت تجري زي العيايل، الحقوا يا عيال جابوا لنا السيمة من اسوان، تقول روسهم مخرومة. وقعدنا بعد المغرب، مكانة السيمة يا فاطمة زي عيون البس ما تشغلهاش الا الظلمة. انا جات قعدتي ايه جنب المكنة، نصبولها ملاية بيضة وفج النور ولقينا روحنا في الشاش، لقطولنا التساوير واحنا بنشتغلوا من غير ما نحس، وجابولنا القصة من الاول. شفت الرجالة هم بوشوشهم والعربيات اياه والمية والانفاق والصخر، شفت الدلاميت في السيمة. وقعدت ادور على نفسي ما لقيتش حراج، لازم انا كنت على الشاشة بس ما خدتش بالي. طبعا انا اكتر واحد شغال يبقى ضروري طلعت على الشاشة بس ما خدتش بالي. والبكرة تلف وعين على الشاشة وعين على المكانيك. اباي لو شفت يا فاطمة السيمة بعينيكي، ادم اللحظتها والعمال بيقولوا عاوزين السيمة عاوزين السيمة، وكمان طلعت عمال تقول ايش معنى عمال كيمة ليهم سيمة، احنا عمال السد العالي اكبر من كيمة، لازم تجيبولنا السيمة. ودي حاجة من ضمن 100 حاجة المحتاجها البني آدم. ويا عالم فيه ايه تاني، مش لقمة وبس يا فاطمة، انا مش طور روحي عشطانة 100 حاجة، والسد بيفتح لي في روحي 1,000,000 طاقة. الواحد منينا مش اسمه وبس ومتقيد في المدرية يا فاطمة وفي جيبه بطاقة. وعموما وص على البكرة وسوق القرطي، وأقل ما فيها لما تدوقي طعم الشغل حتعرف يقولي ده رايح فين جاي منين. ومدام قادرة تداد الولدين جنب القرطين يبقى يا مرحب. أنا عشمي فيك الكبير، سلم على الواد عيد وقولي له طول عمرك يا وليد كبير راجل، والدك راجل وأمك راجل، زوجك لصحراج. فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلية الفار. هنا في صوان عرفت إننا قضينا العمر غبا وتهجيس، زي النواطير اللي على البير البكرة تلف عليها وإيد الناس هي اللي تملى البلاليس. وأنا وإنت يا فاطمة كنا النواطير، يملوا ويفضوا على كتافنا لحمولنا تميل بكتوفنا
ولا نقول حاس. غلطانة يا فاطمة الموازين اللي تطلع ناس الخرشية أكرم من ناس الكلحي. في كل مكان يا فاطمة الناس هي الناس، وكأن جميع الخلق رابطها مقاس، مقاس واحد، والفاس اللي بتمسكها يد في قليوب نفس اليد بتمسكها في دشنا وشرنو. زي ما كل بلد فيها الزين والشين المستنور وابو دماغ الطوب، كل بلد تانية فيها نفس الحسبة المعدول جنب المقلوب. ده أنا وارد قدام عيني هنا في صوان خلق قبايل من 100 صنف ومن 100 لون، الصالح والطالح والعاقل والمجنون، ابن الأصل اللي رغم شقاه وخلو اليد كريم وأصيل وحنون، واللي المال مال وجيوبه لكن دون. الوش الأتلم من موس عم رفاعي، والوش التعبان لكن حامي وأحد من السيف المسنون. اللي حداك حداية القمرية اللي تغني في عز الظهر الحامي والحداية، والناس مسافات وسلالم، سواق النورج النساج العالم خال الشغل وصاحب الشغل والكذاب اللي يزور واللي يغير معنى الآية، كله هنا حوالي وفي الشغل معاي. السد يا فاطمة يا مرتي قولي بحر كبير لم الناس من كلها دين من كلها صنف وشكل، الناس اللي بريقها يملى كباب الكل والناس التفل، الناس القمح والناس التبن، الناس اللي تمشي تزرع فرح في وش الناس والناس اللي يفزعها غياب الحزن، اللي زارع نفسه في قلب الناس واللي رامي نفسه في سجن، الناس اللي تشبه. أقول لك أنا هحكي لك على الحج حسين العكرش. أصلنا في الجبلاية يا فاطمة كنا واخدين أكبر مقلب في حسين العكرش، يا حج حسين يا حج حسين قطع الحسن وقطع الحج حسين. وقال كنا لما نقابله جايب من سفرية نجري عليه ونسلم ونقوم بالواجب كبرنا. هو اللي تسبب ان انا رحت السد. ما انا قلت لك عصرية فتح الموضوع، كنت معدي قصاد ود الطواب لما لقيته قاعد لابس الصوف وبيلعب بالخزرانة اللي مدلوقة من حجره على الأرض. رفعت إيدي وغمغمت سلام وبص شوية للي معاه وندهلي بعد ما عديت الدكان. قال لي يا واد يا حراجي انت جدع بتبهدل نفسك هنا عشان ايه؟ ما تيجي نوديك أسوان، ولا انت ما تستحملش الغيبة عن البيت، يمكن بتحب قعاد النسوان. ها يا حراجي قلت ايه؟ انت صغير تعمل لك مستقبل، مين عارف الدنيا؟ قلت ايه؟ قلت ارد عليك الصبح يا حج حسين. وجعتني الكلمة اللي قال انا مستني شاورهم وتعال. اهو ده هو حسين العكرش، اهو ده يا فاطمة هو الحج حسين، الشخص اللي يملك يقلب بيت اتنين زي وزيك بمشاورة يد وقلب عمري وهو قاعد قصد الدكان. بعزقنا كل ما منا بعزق وريح، لكن الحق شكرته يا فاطمة لما نجيت، وشكرتك أكتر لما قلتيلي روح. عرفاك راجع يا حراج، حتى لو رحت في مطرح ما تحط الريح، عرفاك يا حراج مليح حتغيب وتود ونشيع تلة حترد. وسافرت معه على القطر، قطع لنا ورق السفري وركبنا معاه، بس احنا كنا في عربية وهو في عربي، بس ما قمتش يومها اشوف ليه هو في غير العربي. ما كانش ده همي، همي كان صح ده يا حراجي ولا غلط جايك اسوان. مرعوب مش لاقي ونيس
كنا كأننا بالضبط يا فاطمة غنم مطلوقة لوحدها في الغابة والراعي بعيد في الظل. دارت بيا الدنيا وما عرف رايح فين ولا جاي منين. قول انزلنا، قول اتقيدنا في دفاتر ملهاش عد. بعديها اتاري يا فاطمة ده شغل مقولي، حد يسلمنا الحد ويقبض لما يسلمنا الحد. وكان الحج حسين العكرش متفوق ويانا انه حيدينا اجرة 27 قرش. ده اتاري تمنى احنا 30 في السد، وكل مقاول ياجب حزمة انفار يقبض عنها فلوس. بقينا يا فاطمة تمنى يقل يقل يقل، وصلنا 20. طبعا قلنا 20 20 مقبول، وتسلمنا الشغل هناك على طول. وحسين العكرش لم رأيناه، ده أتاري يا فاطمة ولا صلة ليه بالسد ولا بأسوان. حسين العكرش اعتبريه دكان والبياع بيتاجر في الإنسان. الحتة 27 25 30 قبض وديلك. عمري ما بصيت لحسين العكرش في الجبلاية على إنه بيتاجر في الناس، ولا جبلاية الفار للآن عارفة مين هو حسين العكرش. العين الماشية وسطيهم تتفرج على الولد وهي بتكبر وتشب، وتحلم باليوم اللي تسلمهم فيه فوسفات، شرطان سكة حديد، كبريت، أسوان، ترمي وتقبض وتروح الولادات وتغيب، والأمات تتلطع تحت الباب وعلى العتبان تستنى اللي ما بيجوش. ده حسين العكرش يا فطان، ده حسين العكرش نفسه مش الصور. ده هو الحج حسين اللي بنفذ من ايده ولادي عزيزة وعيد. لازم يكبروا في طريق تاني، يمشوا في طريق تاني بعيد. ما تفحصش في لحومهم بصت ذاك العكرش اللي لابس صوف ومكرش من وكل اللحم وشرب عرق ولادات الناس. في السد يا فاطمة صنفين من الأنفة، صنف اللي تبع الشركة وصنف مع مقاولي. وانا كنت مع مقاول من يوم ما باعني الحج حسين لحين ما الأستاذ طلعت دلدل حبال الخير ونتعني من الكحت ومن التخريم والدلمين، وبقي مرن على سواكة البندوزر. والله غلابة الفقر وما غلبان اللانة، كل ما بصحى بشوف، وكل ما شوف عيني تصبح واسعانة أشوف تاني. وأتاري في زماننا الشوفان حزن. شوف في الأول كيف حراجي كان مبسوط بالشوف، كان مبسوط بالطوف وبمعرفة الدنيا، لكن كله قلب دلوقتي معايا يا فاطمة بخوف. الشوفان بلوى لما عينيكي تحت جبال المر هناك، توعى الحاجة حلوة تكسر ايدك عنها تعجزي تبقي قاعدة تشوفي بس. لازم يحرم فيك الحزن، يسكن روحك. المليون وش اللي حتولع شغل وبتخانق بعضها على القش. أفند زعر ما يعبر حد، مقاول بيغش. السد العالي الخير شجرة فاكهة، تستغرب كيف طالعة في الأرض الأملح من المش. كل ما أشوف أحزن وأفرح وأكش، الموت تحت عينينا في كل دقيقة. كيف السد العالي يكون هو الراحة وما يطلعش غير من الزمتة والديقة؟ عامل مربوط في التاني بحبل، وواحد فوق ماسك في الصخر، والتاني بيزحلق على نص الجبل العالي متدلدل في الحبل، وفي يده بابور التخريم يفحت 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 ويحط صباع الدلاميت او يحقن شرخ في حيط الصخر. لو مالت بصخرة يقعوا الاتنين في الهو يقولوا دو. وتروح يا فاطمة تلم شوال اللحم، وأفندية ودانهم مسدودة يتكلموا من المناخير، وندوس على قولنا وخبرتنا إذا تكلموا هم.
حتى إذا كان المتعلم غلطان لازم أسكت أنا وهو يتكلم. وش جاب الصح في قول الغلبان؟ الصح يا فاطمة بس في قول المتعلم، أما أنا فأنا قولي مش مسموع إلا عند الأستاذ طلع. أنا لازم كنت حعود للدار لولا ما خدني حداه ونجدني من تعب الأنفار. الموقع كله مية وطين، ولذلك في آخر كل شتاء يكتر عدد العجزين. في الردو يا فاطمة يقولوا بنينا السد بنينا السد، لكن ما حدش قال السد بناه مين، بنوه كيف، قاعدين ولا نايمين ولا جايمين. وادي عدت 6 سنين وادي حراج الغلبان بقي زي الشياطين، عارف أمر الدنيا وسر الطين. لكن حراجي أبو ضحكة رج النجم مات مني يا فاطمة، وبقيت دلوقتي حراجي تاني حزين زوجي لست حراجي. قول انزلني، قول اتقيدنا في دفاتر ملهاش عد. بعديها أتاري يا فاطمة ده شغل مجولي، حد يسلمنا الحد ويقبض لما يسلمنا الحد. وكان الحج حسين العكرش مدفوق ويانا انه حيدينا اجرة 27 قرش، ده اتاري تمنى احنا 30 في السد، وكل مقاول ياجب حزمة انفار يقبض عنها فلوس. بقينا يا فاطمة تمنى يقل يقل يقل، وصلنا 20. طبعا قلنا 20 20 مقبول، وتسلمنا الشغل هناك على طول. وحسين العكرش لم رأيناه، ده أتاري يا فاطمة ولا صلة ليه بالسد ولا بأسوان. حسين العكرش اعتبريه دكان والبياع بيتاجر في الإنسان. الحتة 27 25 30 قبض وديله. عمري ما بصيت لحسين العكرش في الجبلاية على إنه بيتاجر في الناس، ولا جبلاية الفار للآن عارفة مين هو حسين العكرش. العين الماشية وسطيهم تتفرج على الولد وهي بتكبر وتشب، وتحلم باليوم اللي تسلمهم فيه فوسفات، شرطان سكة حديد، كبريت، أسوان، ترمي وتقبض وتروح الولادات وتغيب، والأمات تتلطع تحت الباب وعلى العتبان تستنى اللي ما بيجوش. ده حسين العكرش يا فطان، ده حسين العكرش نفسه مش الصور، ده هو الحج حسين اللي بنفذ من ايده ولادي عزيزة وعيد. لازم يكبروا في طريق تاني، يمشوا في طريق تاني بعيد، ما تفعصش في لحومهم بصت ذاك العكرش اللي لابس صوف ومكرش من وكل اللحم وشرب عرق ولادات الناس. في السد يا فاطمة صنفين من الأنفة، صنف اللي تبع الشركة وصنف مع مقاولي. وانا كنت مع مقاول من يوم ما باعني الحج حسين لحين ما الأستاذ طلع الدلدل حبال الخير ونتعني من الكحت ومن التخريم والدلمين، وبقي مرن على سواكة البندوزر. والله غلابة الفقر وما غلبان اللانة، كل ما بصحى بشوف، وكل ما شوف عيني تصبح واسعانة أشوف تاني. وأتاري في زماننا الشوفان حزن، شوف في الأول كيف حراجي كان مبسوط بالشوف، كان مبسوط بالطوف وبمعرفة الدنيا، لكن كله قلب دلوقتي معايا يا فاطمة بخوف. الشوفان بلوى لما عينيكي تحت جبال المر هناك، توعى الحاجة حلوة تكسر ايدك عنها تعجزي تبقي قاعدة تشوفي بس. لازم يحرم فيك الحزن يسكن روحك، المليون وش اللي حتولع شغل وبتخانق بعضها على القش. أفند زعر ما يعبر حد، مقاول بيغش، السد العالي الخير، سجرة فاكهة
تستغرب كيف طالعة في الأرض الأملح من المش. كل ما أشوف أحزن وأفرح وأكش. الموت تحت عينينا في كل دقيقة. كيف السد العالي يكون هو الراحة وما يطلعش غير من الزمتة والديقة؟ عامل مربوط في التاني بحبل، وواحد فوق ماسك في الصخر، والتاني بيزحلق على نص الجبل العالي متدلدل في الحبل، وفي يده بابور التخريم يفحت 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 ويحط صباع الدلاميت او يحجن شرخ في حيط الصخر. لو مالت بصخرة يقعوا الاتنين في الهو يقولوا دو، وتروح يا فاطمة تلم شوال اللحم، وأفندية ودانهم مسدودة يتكلموا من المناخير، وندوس على قولنا وخبرتنا إذا تكلموا هم. حتى إذا كان المتعلم غلطان لازم أسكت أنا وهو يتكلم. وش جاب الصح في قول الغلبان؟ الصح يا فاطمة بس في قول المتعلم، أما أنا فأنا قولي مش مسموع إلا عند الأستاذ طلع. أنا لازم كنت حعود للدار لولا ما خدني حداه ونجدني من تعب الأنفار. الموقع كله مية وطين، ولذلك في آخر كل شتاء يكتر عدد العجزين. في الردو يا فاطمة يقولوا بنينا السد بنينا السد، لكن ما حدش قال السد بناه مي. بنوه كيف؟ قاعدين ولا نايمين ولا قايمين؟ وادي عدت 6 سنين، وادي حراج الغلبان بقي زي الشياطين، عارف أمر الدنيا وسر الطين. لكن حراجي أبو ضحكة رج النجم مات مني يا فاطمة، وبقيت دلوقتي حراجي تاني حزين زوجي لصط حراجي. زوجي الغالي لصط حراجي القط العامل في السد العالي. زوجي الغالي يا تطمينة القلب الخايف، يا كلمة بدفي بيها عودي وعيالي، وصلني جوابك لقلقني وقلق بالي. من يوم ما مشيت ما خفت علي للنوبة، من يوم ما مشيت ما حسيت بيك وحداني إلا النوبة، وكأنك شجرة حنة قليلة بتطوحها 50 على جبل النوبة. ارجع يا حراج ارجع، والمرة دي لا بقولها خوف ولا شوف. ارجع اتدفى في بيتك وعيالك، لا السد لابوك ولا كانت جبال صوان جبالك. رح نفضل طيلة العمر نبيع العمر ونقبض جول. 6 سنين شغال، 6 سنين 6 سنين وانسانة لم نايمة بباط الرجال، لم جابوا عيال. السد حيجي بخير، السد حيجي بخير. فين الخير يا حراجة؟ بعدك خير؟ خوفك ومرارك في الغربة خير؟ بحكيرتي وشندلت المركب بيا وبولادك خير؟ تتنجوروا على الخواجات اللي بيهلكوا أعمارهم فيه؟ يعني انت اللي حتورث فيه يا حراجي، انت اللي حتورث فيه مش هم ال7 جنيه؟ يعني بعد ما يخلص حيبوسوا ايديك ويطاطوا تحتك ويقولوا شبيك لبيك؟ بكفاية 6 سنين جينا الدنيا غلابة يا ابو ولادي، وحنرحل برضو فقارة ومسكين. بتفرج عمرك على مين يا حراجي على مين؟ الورثين في الدنيا حيفضلوا ورثين، واللي اتولدوا تحت سراية العز حيفضلوا مدين الايه. سدك فاطمة وتعال، هات الرجال وتعال. هي هي الحدوت، مش كنت بتزرع هنا في اراضي الغير واخر الحول تكون تهديه والغير ياخد الخير؟ عندك نفس القصة يا حراج، صدق وتعال. لو رح يدوك كانوا ادولك، هما ما عاوزين منك يا حراجي غير حيلك. لميت حنقعد عبطك ده يلعب بدماغنا ديت وده؟ هودني وعاود يا رويجي، عاود وتعال.
ادي عندك جراطين ازرعهم وحداك عيال تنهب جهدك على مين؟ دي عباد شرسة بكفاية ست حوال عاود شفقان عليه قبل ما ترجع مكسور رجل. يعني بعد ما تخرب يا ابو عيد هيقولوا حراجي ده راجل كان شغال ومفيد اديله وظيفة بيه. اياها السبع جنيه يا حراجي، اياها السبع جنيه. اذا جيت مكسور السد يا راجلي راح ينفعنا بايه؟ هو اللي بيخرب حدا واحد الواحد ده بيعس عليه؟ ابدا. اياها السبع جنيه. السد العالي هو الحج حسين العكرش، صدقني وتعال. لا تفرح بركوب البندوزة، تفرح على ايه؟ مش هي السبع جنيه. السبع جنيه تقدر هنا برضو تلقطها في الجبلاي غير القعدة ببيتك ومع عيالك ومعاي. ايه لازمة تاني المشوار اذا كان حتى شفناه معدول نلاقيه في الاخر برضو مش هناه بالمنظار. زوجتك فاطمة احمد عبد الغفار، جبلاية الفار. فاطمة أحمد عبد الغفار، جبلاية الفار. والله وتعبتك وياي يا فاطمة. لهو أنت فاكرة أن الحل هو رجوعي وقعدتي وسط الأهل؟ لهو أنت فاكرة أني أهلي دلوقتي أنت وناس الجبلاية؟ غلطانة يا فاطمة، غلطانة. لهو انت فاكرة اني اقدر اعيش برا السد وبرا طين النيل والصخر؟ اقدر اعيش برا الاه والله، برا الاسود والابيض، برا الزين والشين، برا وشوش الناس من طيب لردي؟ غلطانة يا فاطمة. عمر السابق ضاع، لا فاكر له سنين ولا اشهر ولا ايام. انا كل اللي عشته في عمري كان في الست اعوام في السد. صحيح أنا شارف فيه المر، لكن للمر يا فاطمة هنا طعم غريب غير مر الجبلاية تمام. أنا هنا مولود موجود مفقود مع بعض، بهلك غاوي الهلك، وكأني ببني بيتي أنا وبيتك. صح أنا مشتاق لعيالي والبصة في وشي والقعدة على الطبلية في صحن الدار ولسيرة الأهل وحواديتي وحكاوي جبلاية الفار. لكن مش مشتاق بعد ما رجلي دلوقتي سنة لبدت في حديد البندوزة أغرسها في طين الزرع. ولو إنهم بيقولوا هنا إن المسألة سنة ولا أكتر والعمار راح تمشي، إنما أنا الأستاذ طلعت عيني خلاص. إن خلص السد حروح وياه مشروع الكهرباء أي مكان، مش هطلع منه ولو فرغوا في ضلوع رصاص. قال اجي. اجي كيف؟ هو ترك السد يا فاطمة ده بالكيف؟ انت لسه فاكراني هنا في صوان غريب على الحتة وضيف؟ ده انا السد يا فاطمة، انا السد، ولا عادش يهمني حد. وما ببص عليه ما بيملاش عيني حد. وما قالولي في النادي قوم ده نادي موظفين، صرخت في قلب ابوهم نادي مين؟ موظفين؟ ايه يعني موظفين؟ مين انتوا علشان تقولولي قوم؟ اللي ما واحد منكم شفتوا في الموقع تحت، اللي ما واحد منكم داقلوا يوم في الكحت. قال ايه جايين اسوان يلعبوا بالياردو؟ وبرضو اتلموا علي وطردوني، وبرضو حلفت ليجي اليوم اللي يتعدى فيه الامر، اللي بنه هو اللي يحترموه، واللي مالوش في الشغل مالوش في الراحة يا فاطمة. آه من الصح ومن الغلط الشبكين ببعض وطالعين زي السبلة والعليق من نفس الأرض. المشوار واعر وأزيني وأديني طلعان عين. ساعاتك مش من الخوف زي الفار، وساعات أشعر كن صوان ملكي وإني قادر وعني. وساعات ببكي لوحدي في الليل، ما عرفش ساعتها ليه بك، لكن ما قدرش احوش الدمع زي ما قدرش احوش حب الاسوان، زي ما قدرش احوش ضيق من اسوان. وده يا فطاني اللي مخوفني من الجاي حداكم.
لتبحتر بين الراحة وخلو البال والجهل وبين المعرفة والعلم اللي دخل دمي. إن سألوك إحراجي ما بيجيش ليه؟ نكرك ولا يا فاطمة الموضوع إيه؟ ليه الجبلاية ما عادش هواها يهف عليه؟ قول إحراجي بتاعكم راح، خدتوا مني مدوير ميت رياح، وإحراجي بتاع أسوان بلده في أسوان، مرته ولده في أسوان، اتربى في الأنفاق ولعب في المصغر بين الولادات في جناين الصوان، وانقالوا علي أهبل مجنون، يمكن هم الحق معاهم، لكن أنا لا، أنا هاود الحق اللي أشوفه، مش حق تشوفه عيال الناس، عرقي مبدور في الصخر يا ناس، مبدور في الدفا والشمس، أقعد أرعيه، قول يا فاطمة قاعد يرعيه، أغلى ما عندي زرعه في جبال أسوان. شايفه بعين العمر بيكبر، شايفه بيخدر وتزهزه فيفيه، كيف ابني بيت ما تكونش فيه، ادلك فيه الايام من غير حد، ادبح فيه الجهد الواعر من غير حد، وتقول امشي اضحك ضحكة كدابة واطاطي واهجر زرعي للدود يرعالي فيه. لا يا فاطمة انا خدام السد، ده انا اطلق دقني واتصوف واعمله خلوة واتعبت فيه، انما وكمان علشان اللي عرفته واللي دفعته علشان اتعلم هنا تحتيه، عرفت العشرة والخوة والكون اللي فتح لي شباك لياليه اتفرج منه عليه، اعرف كيف البني ادم قطع الطرقات، مات وحي ومات ومشى السنوات ألوفات تسحب ألوفات علشان يعرف، وعرف والوقت اللي عرفه يرميه ما تجيش. حراجي عرف السر يا فاطمة، عرف السر، عرف المعنى التاني للخير والشر، عرف المعنى التاني للحب وللبر، كشف الكشتينة وشاف الشوف، خلاه استجوى وخلاه خاف، خاف من المشوار بين البليارد وبين اللقمة الحاف، بين الكلمة وبين نفس الكلمة. حراجي شاف وما شاف خاف، حراجي لو لف الدنيا والآخرة وطاف، لم كان اتعلم ولا شاف زي ما شاف، وما شاف السكة وقع في الحزن، ورق وقع منه في الشتاء وتعرى المسامير البرد وزعج الريح، وحراجي ما يعرف إن كان باللي عرفه مليح ولا كان بدري مليح. الجهل مريح يا فاطمة، الجهل مريح، عدم العلم مليح يا ام ولادي يا انسانة زي الناس، عدم العلم مليح، عدم العلم عيون تنعس في الليل ضحكة من القلب، من القلب صحيح، عدم المعرفة بيخلي الرجال عيال يضحكوا ويبكوا دايما للدنيا طعم جديد، لكن العلم يا فاطمة بيلبسنا نادور ويحطنا في النور، نوعى لكل الحاجة مرة واحدة ونعرف مهما تمشي فيها ما يقابلنا شيء جديد، تقعد ضحكة والقلب ما يفرحش، لا ظلة ولا شمس لما يكون الكون كله مش مفهوم، الخير والشر، الإيد الممدودة دعة والإيد الممدودة دار الحر، والإيد الممدودة تولع لندا والإيد الممدودة ضر، يصبح للدنيا طعم وحي، ما عرف ماسخ عادم ولا أحسن طعم، لكن يا فاطمة طعم حزين، حزنه ما يتغيرش زي غنى الطين، يتحبس الإنسان في العلم وحيد خالي، حياته فاضية فاضية زي المساجين، الدنيا علم والعلم اوحش ما في راسه انه ما يعرفش ايه طعم حلاوه الحلم، العلم يحقق الاحلام لانه ما بيحبش يبقى فيه في الدنيا حلم، وانا متقدر لي اعرف يا مرتي واشوف وادوك خوف الانسان لما تبقى الدنيا مربوطه في رقبته، مسؤول منه الكون ترجع له حلاوته وتضيع منه مرارته
في زمن لم عدنا بنبض من الكون إلا مرارته، وأديني زي الصحن الصيني المشقوق، حلو لكن حزين، لا بغني ولا بحلم بيكم، وبفكر فيكم من ضمن التنين بعد ما إيدي لمست سكك الحق وسكك صاحب الحق وسكك المحجوب، وحسبت الدنيا بنفسي أنا الغلبان، بحسب مزانجها ومخابيها وكل ما فيها، ويصعب على قلب الإنسان كيف جه متفنط على الأرض حوان، كيف أصبح كيف أمسى لحوان ولا جان، إمتى حكم الإنسان الدنيا وإمتى الدنيا قدرت على حكم الإنسان، ناس تبقى شجرة وناس تبقى مصابيح أقوى من الريح، وناس تبقى ديدان، ناس بتحارب ناس، ناس بتموت ناس، ناس بتحارب ناس مش عارفة بتموت ليه، وناس بتموت حية علشان ما بترضاش تموت يا فاطمة لجل تعيش، وناس بتموت قبل ما تعرف الدنيا دي ايه والحرب دي ايه، ناس محبوسة في سجون وناس محبوسة في بطون، وناس علشان عياييلهم بس يقتلوا ملايين من عيايل الناس، ناس تمشي طول العمر شايلة على كتوفها هوادج فيها ناس من أتقل ناس، ناس من نوع اللي ما يضحكش، تصرخي مهما تصرخي ما بيسمعش، وان يسمع ما بيستعناش، يبني الإنسان الحاجة ولما تكبر يهرب عنها ويخاف منها ويوهم نفسه انه ما عملهاش، يحكموا بيها اللي ما عملهاش، يهدوا بالشي اللي بناه، وده يمشي وده رجله لسه واقفة ما نقلهاش، ولا ده يموت ولا ده العايش عاش، أمر غريب ويجازي السد العالي يا ناس، علمني الدنيا لكن سابني على الباب محتاس، لم عارف أدخل فيها ولا عارف أطلع منها، وكيف تعرف تنجى القضبان من عجل القشاش، حقعد ونمشي السد حسير وياه، كهربا طرقاه راح أسير وياه، حعرف وأحزن لازم أحزن، يمكن حزني يوصلني الحاجة ويرسيني ببر، ونسألوك حراجي نقول حراجي خلاص بقي خدام، يقولولك خدام حدا مين، قولي مش حدا حد، حدا السد العالي، وقولي العيد، ما هو غصب عنك يا ولادي حتكتب لحراجي جواب واتنين، أصله يا فاطمة حيروح على فين، مساكين اللي جايين مضطرين يعرفوا مننا إحنا سر الدنيا وسر النجم في لياليها المجني، وكفاية عليك انت جوابه، أبقى عرف ما جرى لحراجي من خطبات العيد، ادي جهدك لولادك وولادي، وازرع كرمك خضرة واسقي النخلات، وتعلمي زي الدنيا مش من السد انما من كرمك، كرم النخل اللي قام تاني صاحي للدنيا بعد ما مات، بص في موضوع البير والبكرة والملوخية والكمون والقول والروح والجي، وموضوع الكرم ده كيف قام حي، حتشوفي زي يا فاطمة الدنيا، الدنيا دايما ممكن تتشاف، وعشان تتعلم كيف لما الروح تعرف القلب يخاف، أما موضوعي بالتفصيل فده قدامك عمر طويل علشان تدركي أمري، ابقي عرفي كل القصة في جوابات العيد، دلوقت تعبت ونفسي أناملي نص نهار علشان أصحى فايق تاني وأعرف أقابل الدنيا من غير ما حد يصحيني ولا يقل مزاجي، زوجك لصبح حريك.